صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم الف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات كتير عن الفن. فيديو النهارده انا متحمسه ليه جدا، بقالي كتير قوي عايزه اعمله، وبعد كده قررت اعمله وجيت اعمله وعيت الحمد لله، بس انا بقيت كويسه دلوقتي فادينا بنعمله اخيرا. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن انواع الاسكتشات. بصوا احنا هنشرح كده مبدئيا ايه الفرق ما بينهم، بس هنتكلم عن كل واحد في الفيديو بتاعه. وفيديو النهارده هنختص فيه اول نوعين من الاسكتشات اللي هو الخطي والكروكي. طالما بدانا بقى تعالوا نبتدي شرح. احنا عندنا الخمس انواع، هما السكتش الخطي، السكتش الكروكي، السكتش التحضيري، السكتش النوتان، والسكتش المدروس. اول نوع هو السكتش الخطي. السكتش الخطي هو سكتش سريع جدا، بياخد مننا من اول ثانيه ربع ثانيه لغايه مثلا دقيقه دقيقتين ثلاثه، بيبقى عبارة عن خطوط سريعة كده مبدئية للحاجة اللي احنا شايفينها او الحاجة اللي احنا بنرسمها. السكتش التاني هو الكروكي، هو سكتش برضه سريع، بيبتدي معانا مثلا ممكن نعمل كروكي في دقيقة دقيقتين، يعني لغاية 10 دقايق مثلا 15 دقيقة كده. انا كرمانة قوي. الفرق بين الكروكي والخطي هو ان احنا خلاص بقى عندنا شوية وقت زيادة، فبيبقى التفاصيل في تفاصيل اكتر، النسب بتبقى اظبط شوية، ممكن نرمي كده ظلال هاتشنج كده سريع على الاماكن اللي فيها ظلال. وعامه يعني سكتشات الكروكي ممتعه جدا. تالت سكتش معانا هو سكتش التحضيري. السكتش التحضيري والسكتش النوتان، انا بصراحه شايفه ان هما المفروض يندرجوا تحت عنوان واحد، لان هما الاثنين بيوصلونا لنفس الحاجه. يعني السكتش التحضيري هو سكتش احنا لا خلاص قاعدين وبنحضر حرفيا خلاص، وبنبتدي نظبط الخطوط بتاعتنا، احنا بنحاول نتعامل بالخطوط هندسيه اكتر، يعني مش اورجانيك مش عضوي، وبنعمل الاوتلاين بتاع الرسمة بتاعتنا، وبنحاول بقى ناخد وقتنا في ان احنا نظبط النسب. وبعديها برضو ممكن نعمل اوتلاين للاماكن اللي فيها الظلال، وبس ندي هاتشنج كده، مش هندخل في تظليل وتونات وحاجات، لا هو هاتشنج بس بيفصل المنطقة اللي فيها ظل عن المنطقة اللي فيها نور. النوتان ممكن تبقوا شفتوا اصلا الصور بتاعته دي كتير قوي، هو برضو احنا شغالين على تونين زي التحضيري، التون بتاع الورقة والتون اللي احنا بنحطه في الظلال. بس الفكرة هنا ان هو مش هاتشنج، هو بس بلوكينج، يعني احنا بنملي الظلال بلون واحد، سواء احنا شغالين بماركر او شغالين برصاصة او ايا كان يعني. فده التحضيري والنوتان. ندخل بقى على المدروس. المدروس هو النهائي بتاعنا، ده اللي انتوا بتشوفوا عليه اللوح بعد خلاص ما بتخلص. المدروس بيبتدي من اول لما احنا نحط تون تالت على السكتش التحضيري. يعني السكتش التحضيري احنا شغالين بتونين، اول لما نبتدي بقى نرمي تونات، يعني نخلي فيه كورشاد هنا منطقه فتح فيها تونات، افتح من تونات وفي هايلايت وفي حاجات دي كلها. انا بس بحاول اديكوا فكره عامه كده عن السكتشات عشان برضو نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. تعالوا بقى هاتوا حاجه تشربوها معاكم عشان نبتدي ندخل بقى على الشرح بتاع السكتش الخطي والسكتش الكروكي. عايزه اقول بس سريعا ان انا مش حاسه ان لفظ سكتش ده صحيح. السكتش نفسه هو الرسمه السريعه، وهما مش كلهم سرعة، يعني الخطي والكروكي تماما السرعة عامل مهم فيهم. بس لو انا في تحضيري مثلا او في مدروس يعني عادي شغالين براحتنا، بس مش مشكلة، احنا بنقول عليهم سكتشات وهنقول عليهم سكتشات وخليهم سكتشات. تعالوا بقى نتكلم عن السكتش الخطي. السكتش الخطي زي ما بقول لكم هو حاجة احنا تك 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 في ثواني كده نبقى مخلصينها، خطوط كده سريعة جدا لدرجة ان ممكن حد يجي يبص على السكتش اللي انت عامله ما يفهمش انت عامل ايه، بس مش مشكلة، المهم ان انت فاهم. اساسه هو الاختزال. عايز اقول لكم ان السكتشات الخطية بتفيدنا في حاجة مهمة جدا، وهي انها بتخلينا نعرف ايه الخطوط المهمه والخطوط اللي ممكن يستغنى عنها. يعني مثلا انا برسم تفاحه، تعالوا نرسم تفاحه سوا. تفاحه في ثانيه ممكن نرسمها كده، ممكن نعمل خط هنا خط تاني بعد كده الجزء اللي في النص ده حاجه كده، يعني اهو تفاحه تفاحه تفاحه، والله في جزء من ثانيه طلعنا تفاحه عادي. ممكن بقى نقعد نرسمها واحده، نبين الغصن بتاعها، نرمي لها ظل. يعني دي تفاحه ودي تفاحه عادي. هنا مثلا انا مش مكمله الخط نفسه، ده حاجه معوقه كده ذهنيه، بس اي حد ممكن يبص عليها اظن يعني ممكن يبص عليها ويفسر ان دي تفاحه ودي تفاحه عادي. الفكره هنا ايه؟ ان احنا نقدر نقيم هو انا لو انا حطيت الخط ده وشلت الخط ده او استغنيت عنه هيوضح لي الحاجه اللي انا عايزه اوضحها في الاخر ولا لا. لما نتدرب كتير قوي على السكتشات الخطيه ونيجي بقى نصمم لوحاتنا ونبتدي نعملها، نبقى عارفين مثلا لو احنا بنرسم مركب وعملنا خط الشراع ده وفكسنا لكل الخطوط التانيه برضه هيبين لنا ان احنا راسمين مركب في الاخر. تعالوا كده اوريكم شغل فنان اسمه جورج ماير مارتن، هوريكم السكتشات الخطيه بتاعته في اللاند سكيب عشان نفهم الموضوع اكتر.
ده سكتش خطي ليه. يعني انتوا اكيد قادرين تبصوا على الرسمه نفسها ويبقى عندكم فهم ايه اللي بيحصل فيها. يعني في بحيره هنا اهو او نهر او ايا كان، هنا الارض في كوبري، دي بقى مش عارفه بصراحه دي جزيره في النص كده ولا ايه اللي بيحصل هنا. هنا شجر، بصوا اختصاره للشجر عامل ازاي، يعني حرفيا خط 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 الرابع وبعدين شويه خطوط كده متعثره هنا وشويه نقط هنا وخط هنا خطين ثالث رابع خلصنا كده عملنا شجر. عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما بحبش ارسم الشجر في العموم، بس في السكتشات الخطيه الشجر لطيف قوي. تعالوا نروح لصوره ثانيه، في فيجر هنا، في شخص بيمشي، شخص تاني برضو، شايفين الاختزال للشجر عامل ازاي. قادرة احدد ان في هنا مثلا حمار او حاجة شايلة عربية وراها. وهنا عندنا البيوت، في راجل بتاع ربابة تحت وبعدين ليه حاسة ان ده مسجد قوي، وبرضو يعني رامي خطوط كده للارض موضحها. بصوا قدر يبين السين بتاعه باقل خطوط واقل مجهود ممكن. بصوا كمان السكتش ده لريمبرانت هو الرسم. بصوا الخطوط بقى، شايفين راح جاي كده بالخطوط بشكل سريع، ببين بس المساحه بتاعته، جاي عند الوش سريعا كده، في دقن رهيبه، دي براخير ولا لا؟ دي دقن. سكتش حرفيا ما خدش معاه ولا اي حاجه، رمى هنا ظل شويه كده للراجل وخلاص كده خلص. السكتش ده ليه برده ست عجوزه اهي، بس شايفين برده الخطوط رايحه وجايه بطريقه انسيابية سريعة جدا، ازاي عين مراخير عملتة تقيلة هنا شوية، باين صباع مثلا والباقي فاكس. يعني بص هو ركز على خطين بتوع الكتاف، خط البرنيتا، الخط بتاع الدقن بتاعها، فخلاص في ثانية بلنا ست لابسة قبعة. هو اختزل الخطوط الكتيرة اللي ممكن يكون بيها اللوحة ديت لبس لمجرد ايه مثلا 15 16 20 خط، وبرضه وصل ووضح التكوين اللي هو عايز يوضحه. عشان كده السكتشات الخطية والسكتشات الكروكي برضه، لان هما الاتنين مفيدين جدا في الموضوع ده. عايز اقول لكم ان احنا هنعمل تدريبات عملية على الخطي والكروكي بعد ما نشرح على طول عشان نسيت اقول لكم، بس تعالوا بقى دلوقتي ندخل على السكتشات الخطية. كروكي، سكتشات الكروكي اتلخبط، لسه جايين من الخطي، نروح كروكي بقى. الراجل بتاع الربابة تحت مش ممكن، يا رب ما يبقاش واضح في الصوت عندكم، مش مشكلة هنكمل على أصوات الربابة مش حوار. ده حد بيتجوز معين يلا عقبالكم إن شاء الله. أولا كلمة كروكي هي كلمة فرنسية، كروكي تقريبا يعني حاجة كده يعني، ومعناها سكتش، فحد أخد باله إن إحنا يعني لما بنقول أنا هرسم سكتش كروكي فكده أنا بقول هرسم سكتش سكتش، عشان احنا في اللغة على وضعنا. المهم ان الكروكي دي او كروكي بالفرنساوي هما مربطينها قوي بالموديلينج، اللي هو عارفين لما بتحاولوا تنفذوا فكرة لفستان مثلا او اي حاجة بتتلبس ترسموها كده سريعا على موديل، هما عندهم بيختصوا تقريبا كلمة الكروكي على كده، بس احنا في مصر معرفش في الدول العربية ايه بنقول كروكي على اي حاجة سريعة. يعني في الكلية عندنا رسموا المبنى ده كروكي كده، يعني طلعوا سكتش وعملوه كده بسرعة عشان نمشي من هنا، فاهميني؟ الكروكي سكتش برضو سريع، بناخد فيه بقى ايه وقت اطول شوية، النسب فيه بتبقى احسن ادق شوية هكذا. طب ايه الفرق ما بين الكروكي والخطي؟ تعالوا نتفرج كده شوية على سكتشات الكروكي وهتفهموا ايه الفرق. زي ما احنا قلنا ان ده سكتش خطي صح؟ طب بصوا ده الريمبرانت برضو بس سكتش كروكي، شايفين ايه اللي حصل فرق؟ هتلاقوا ان في تفاصيل اكتر شويه، لاينات متزوده هنا، شايفين الهاتشنج الموجود هنا هنا هنا. استنى الحته دي مثلا ده سكتش خطي اهو، بس لو دخلنا على الراجل اللي هو عامل فيه العنصر الاساسي لا ده كروكي، لانه بدا يحط تفاصيل اكتر. يعني خلاص شايفين الجزمه كويسه، واخد وقته شويه في ان هو يرسم البنطلون اهو، لا طبعا يعني في مجهود بقى عن التانية. شايفين دي كروكي برضو، يعني لو هو رسمها خطي مش هيعمل ده كله، هيعمل كده كده، ادي ادي عين كده كده كده، وده هنعتبره اللي هي متقطعة عليه. يعني شايفين هنا الخطوط اقل بكتير من الخطوط اللي موجودة هنا، فهتلاحظوا كمان ان في برضو تظليل هاتشنج كده، هاتشنج سريع كده على الاماكن اللي هو عارف ان هي الظل فيها واضح وصريح. مهتم جدا بالمخدة اللي بتاع الشحن، الايد هنا مصر عليها قوي مش عارفة ليه. ايه ده عامل ايديهين؟ لا ده عامل ايديهين، ده لسه كان في موشن تقريبا حصل، يعني الست كانت بتحرك في ايديها
فما خدتش بارد الدواء. دي حاجه رشه جدا يعني برضو بجد شغل سريع قوي قوي، كان حد بيقول لك يلا بسرعه عايزين نمشي عايزين نمشي، تبدا محتاج بس تخلص الكوتشي ده بسرعه وتقوم. هو الكروكي والخطي عامل كده بالظبط، بجد بحب سكتشاته جدا. سوري على كواليتي الرسمه ضايعه. ده شغل دافينشي، شايفين دي الشغل ده خطي، بس خطي دافينشي بيبقى مختلف عن الخط بتاعنا، بس هو عامل هاتشنج هنا برضو بسيط، بس الدنيا سريعه يعني مش زي اللي فوق مثلا. اللي فوق دي كروكي، برضو الكروكي بتاعته غير الكروكي بتاعتنا، فيعني يعني احنا هنا مش بنحاول نكسر في مقادفنا، احنا بنحاول نتعلم. يعني بصوا قارنوا كده ما بين الاثنين، هتلاقوا ان هنا في وقت اكبر اتاخد على الملامح، على التحديدات بتاعته، على الدقن، تظليلات كده برضو هاتشنج خفيفه، حلو قوي قوي يعني. تعالوا نلعب لعبه، انا هوريكم رسمه وانتوا تقولوا ده خطي ولا كروكي. دي من وجهه نظركم خطي ولا كروكي؟ اديكوا 3 ثواني. اوكي هي خطي برضو، ده من وجهه نظري يعني. الخطوط سريعه يعني لو انا شغال عليها تك تك تك. انا عارفه ان في خطوط كتيره موجوده بس هي لسه خطي، لان الدنيا عشوائيه قوي 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 عن انها تبقى كروكي. مش عشوائيه بمعنى ان هو مش عارف هو بيعمل ايه، لا هو عشوائيه يعني ان هي لسه مش محدده اكتر. دي خطي ولا كروكي؟ تمام هي كروكي، لان خلاص احنا واخدين وقتنا شويه. يعني شايفين المناخير ايه ايه اللي انا عملته؟ لا المناخير واضحه، كل حاجه واضحه عادي جدا اهي. ايه حكايتهم مع المخدات؟ فلا هو واخد وقته اكتر، ودي كروكي بس جميله قوي يعني بحبها قوي. ده سكتش اللوحه بتاعه المدن او دمادو. هنا بقى قرر شوف خطي ولا كروكي. هي برضو كروكي. طيب بص الفكره في السكتشات الكروكي ايه، احنا عامه كفنانين بنقدر نخزن الحاجات اللي احنا بنرسمها. يعني مثلا وانس ان انا رسمت موزه، تفاحه، مركب، غوريلا، ايا كان، ده اوتوماتيك كده بيتخزن في ارشيف عقلنا كفنانين ازاي نقدر نرسم الشيء ده، لان خلاص احنا ايه مرنا عليه بايدينا. السكتشات السريعه مهمه في كده ان احنا نقدر نتعلم نرسم حاجات كتير قوي 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 في وقت قليل، ونتمرن على اي حاجه احنا عايزينها. لو احنا مثلا بنتمرن عن الفيجر او الاناتومي او حركه الجسم، احسن حاجه نقدر نعملها هو ان احنا نرسم فيجر بسكتشات كروكي كده سريع على طول على طول على طول، هتلاقوا ان انتوا اتحسنتوا وتطورتوا بسرعه جدا. هو عامل زي يعني مثلا لو انا جبت شخصين، الشخص الاولاني قلت له انت معاك 5 ساعات ترسم فيها الحصان ده بالوضعيه دي، ان هو مثلا ايه منزل راسه شويه او مطلع ايده او ايا كان، قلت له انت عندك 5 ساعات ترسم لي بقى لوحه كده مبهره بالزيت بقى بالاكريليك بقى عيش. والشخص الثاني قلت له انت معاك 5 ساعات بكل دقيقه من ال5 ساعات دي ترسم لي فيه سكتش سريع، سكتش كروكي كده او خطي. الشخص اللي رسم سكتش كل دقيقه ده يعني 60 سكتش في الساعه، في 5 ساعات هيدينا 300 سكتش تقريبا. هو رسم 300 سكتش لاوضاع كتير جدا جدا للحصان بقى، الحصان وهو نايم شويه وهو نازل يتمشى، ومن كذا بقى جهه يعني من كذا منظور، من وشه من جنبه او كلي اوت من فوق. ممكن برضو يبقى بيرسم حاجات تفصيليه اكتر، الحافر بتاعه، وشه، ودانه، فاهميني؟ بينما الشخص الاخر رسم صوره واحده بس. بعد ال5 ساعات دول انا جيت قلت لهم انا عايزاكم انتوا الاثنين تعملوا لي ستوري بورد كده. عارفين مثلا لو احنا بنحكي حكايه بنرسم قصه كده في مجله، بنرسم ستوري لاين كده الفيلم مثلا فيه احداث، نبقى حاطينهم في ستوري بورد. يعني الحصان راح هنا اهوت، وبعد كده اكل شويه، بعد كده مشي شويه، لقى شخص سلم عليه، راح معاه مش عارفه فين كده، يعني فاهميني؟ لو قلت لهم ان هما الاثنين يعملوا لي كده، مين هيعرف يعمل كده؟ اكيد الشخص اللي رسم 300 سكتش للحصان، لان كل السكتشات دي وكل حركات الحصان اللي هو رسمها متسجله في دماغه خلاص. بينما الراجل اللي رسم وضعيه واحده للحصان ده اللي يقدر يعمله مش اكتر. عشان كده الموضوع ده مهم جدا، ما تستهونوش بالسكتشات السريعه، لان ساعات كتير قوي الناس بتتفاداها وما بتروح لهاش عشان هي ما بتديناش نتيجه مبهره. لان ساعات يعني احنا بنحب نجري ورا الحاجات اللي بتاخد رياكشن حلو من الناس، اللي هو ايه اللوحه الجميله دي، ايه الالوان المبهره دي. بس السكتشات السريعه محدش هيهتم بيها يعني، لان محدش بيفهمها او يقدرها غير برضو الفنانين اللي زينا. انا عن نفسي وقعت في حبها جدا لما بدات اشتغل سكتشات سريعه، لان هي فعلا فعلا اقرب ما يكون للفنان، لان هي بتخلص بسرعه جدا، مش محطوطه في لسه في ليرز وطوابق بتاعه اللوحات اللي احنا بنشوفها للفنانين، لا انت بتشوف الخطوط الرو او الخام بتاعه الفنان نفسه.
نفسه كانك بتقرا يوميات وكده. عايزه اوريكم وهوريها لكم سكتش لو كوربوزي، الراجل ده معماري هو كانوا عارفيننا بيه في نظريات عماره. قواعد لو كوربوزي 5 تقريبا، كانوا 5 مش عارفيننا، هو راجل عبقري يعني. المهم السكتش ده عمله كان بيتمشى في مكان كده في الهند، بعدين رسم كده، حتى هتلاقوه تحت موجود في صوره للبلان بتاع البيوت اللي في المكان ده، وراسم كده تور، رسم سكتش كروكي للتور، ورسم سكتش خطي للبيوت كده على جنب. انا بحب السكتش ده قوي لان انا بصيت له وشفت اليوم بتاعه، انا شفت ذكرى من حياته، فاهمني؟ انا بجد كسارة لو قالوا لي خدي اي لوحة في الحياة لاي فنان، مش هاخد لوحة، هاخد سكتش، لان ده بجد اكتر حاجة بيبان فيها احساس الفنان. الفنان ده كان خايف ومتوتر متضايق، ايه اللي بيحصل؟ فعامة يعني انا كفاية كده كلام، انا اسف ان انا يعني دوشتكم. تعالوا بقى نحاول بقى نسكتش مع بعض كده بسرعة، وحاولوا كده برضو لو عارفين تاخدوا ورقة وقلم، اي ورقة وقلم جنبكم يعني، وتشتغلوا معايا. احنا هنبص على ريفرنس، نعمل سكتش سريع، حاجات كده لطيفة يعني. بصوا الورق ده، عارفين الورق بتاع السندوتشات او اللي بنحمر عليه بطاطس بيتباع بالكيلو، فاحنا يعني متهانين في الدولار، فهنحاول ايه نوفر على نفسنا ونستخدمه. الجميل بقى في الموضوع ان احنا ممكن نستخدم اي حاجة نرسم بيها، ماركر، رصاص، اقلام، حبر ملونة، قلم جاف، ممكن اي حاجة براحتكم. Give me, I lost my way. I heard you say, and I thought if I could help you, then maybe you'd see something in me, something I lost that I used to be. Said that you will. If I could gaze off higher than the stars, would you be seen standing next to me? Yeah.
معرفش ايه اللي حصل في السكتش الخطي وانا بعمله، بس هو طلع كده. وده اظن من الحاجات اللي بحبها جدا في السكتشات السريعه، هو ان في حاجات بتفاجئك. الفكره ان هي بتخليك ترسم بحريه جدا، ده غير ان للناس للاوفر ثينكرز اللي زيي يعني ده حاجه لطيفه قوي. انت مش لاحق ترسم عشان تلحق تفكر في حاجه، اشتغل سكتشات سريعه يا جماعه. وبس كده احنا خلصنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا او استفدتوا بالفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، لان الفيديو الجاي المفروض هننزل بقى شارع المعز ونعمل سكتشات سريعه هناك. فاشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جاي. سلام.